شافي الجامع كانت مقابلة قوية، يعني الفريق ديالنا قدم واحد المستوى كبير، ما كناش نستاهلوا هذه الخسارة بهذا الشكل هذا. يعني جانا واحد الهدف ضد مجرى اللاعب في الوقت اللي كنا محكمين في المقابلة، يعني في الشوط الأول، يعني في الشوط الأول اللاعبين ديالنا دخلوا عازمين باش يقدموا واحد الأداء كبير، تاحوا لنا فرصتين ما قدرناش يعني نترجموا الأهداف. كما قلت لكم جانا واحد الهدف ضد مجريات اللاعب، ما قدرناش نرجعوا، يعني الخصم ما عطاناش ليسباس فين نقدروا نديروا لو جو ديالنا، يعني سيرتو في لي فاز اوفونسيف. نتاسفوا لهاد الجماهير الغفيره اللي جات بهذا الشكل هذا، اللي كانت تا هما كانوا طامعين يعني ان شاء الله باش نمشيو في الكاس. الصحه ديال الكاس دابا يعني طويناها، نفكروا في الشامبيون، عندنا مقابلات حارقه داخل الميدان. نتمنى ان شاء الله نعوضوا الجماهير ديالنا ونشكرهم على الحضور ديالهم بهذه الكثافه هذه. سي عبد الصمد، في هذا النطاق هذا بصريح العباره، هل الحكم بالون افسد المباراه؟ كما تعرفوني انا ما تنهضرش على التحكيم، كاينين الناس اللي تيفهموا اكثر منا في التحكيم. انا الحكم يخطأ ولا يصيب، تيبقى واحد الانسان يعني حتى هو يقدر يخطأ يقدر يصيب. ما عندي حتى شي تعليق على حكم المباراه. سي عبد الصمد، اليوم شفنا هناك بكوري بها نقص عدد من اللاعبين، واش عانيتوا اليوم ما كانش وسط الميدان؟ شفنا ناقص شويه. وبالنسبه للاصابه ديال حمزه الاسري، انا اطمئنيت للجماهير الاخرين كاع على الاصابه ديالو. وبالنسبه للمقابلات ديال المغرب فاسي ونهضه بركان، غادي تطول الصفحه ديال كاس العرب، غادي تفكر في البطوله لضمان البقاء مبكرا ان شاء الله. انا كما قلت لكم يعني الصفحه ديال الكاس صافي دابا طويناها، نتمنى ان شاء الله يعني نسترجعوا اللاعبين ديالنا المصابين. عندنا لاعبين مصابين كما شفتوا اليوم، يعني حاولنا نجيرو بهذاك الجروب اللي عندنا. بخصوص الاصابه ديال حمزه اسري، نتمنى ما تكونش خطيره، يعني كاين ستاف ميديكال اللي طمنا يمشي دابا يمشيو يعني يديروا ليه الفحوصات اللازمه. نتمنى ان شاء الله نسترجعوه يعني في القريب العاجل ان شاء الله.